محمد. أقتلك ولا أقتل أخوك في الأول؟ مالكش دعوة بأخويا دياب، أنا قدامك لو عاوز تموتني موتني. هقتله زي ما قتلت أخويا جابر في الأول، فاكر؟ فاكر يا ولد الهلالي؟ فاكر 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 يا دياب فاكر، وأنا قدامك أهو. عايز تعمله اعمله فيا، انا ماليش دعوه باخويا. جهد على روحك يا ولد الهلالي، جهد على روحك. عايز تموتني؟ انا قدامك اهو موتني. هقتلك يا ولد الهلالي، هقتلك لو كان اخر يوم في عمري، هقتلك هقتلك. يا رح يحكي المحامي تبعي، انتوا غلطانين. بص على صباعي كده، شوفوا رايح في عيني اتجاه. أنا مش شايف حاجة ولا حتى بصيص نور. أنا مش شايف غير ستارة سودة. واضح إن الحادثة أثرت على العصب البصري. طب والعمل يا دكتور؟ احتمال تتحسن مع الوقت. يعني ممكن أشوف تاني؟ احتمال، وفي احتمال تاني إن الحالة تفضل زي ما هي. وفي الحالة دي، في الحالة دي ايه يا دكتور؟ في الحالة دي بقى نحمد ربنا انها جت على قد كده. يعني ايه؟ يعني انا هعيش اعمى بقية عمري؟ اهدي نفسك يا ستار. اهدي نفسي ازاي؟ اهدي نفسي ازاي وانا اتعميت؟ انا اتعميت. شهندي شهندي، على اذنكم. ايوه يا طه، خليكي جنبي يا شهندة، ما تسيبينيش. لحد امتى يا طاهر؟ يعني ايه؟ يعني انا طلبت منك اننا ننفصل قبل كده في هدوء، وانت اللي رفضت يا طاهر. معقولة؟ معقولة يا شهندة؟ بقى ده وقت الكلام ده؟ انا شايفة ان وقته، بس هو ممكن يكون مش وقته من وجهة نظرك. نظري؟ واني عاطفة يا نظر؟ أنا اتعميت يا شاهندة.